يوه الايلاينر مش راضي يتظبط. يا بنتي خلاص، انت اصلا من غير اي حاجه زي القمر. انت كده كده يعني ماشي يا اختي. بقولك ايه، هو اكرم ده عامل لك ايه في دماغك؟ عايز افهم. عاجبني يا ستي. انا خايفه عليكي مش اكتر. لا ما تخافيش، بعدين انت مالك اصلا؟ انا مالي فعلا. يلا براحتك. كده كده براحتي. بقولك ايه، فيلي فيلي سارة، بقولك ايه، انا هتأخر شوية علشان جالي شغل مهم. انا كده كده هنزل وهستناك هناك، بس يا ريت ما تتأخرش عليا قوي. ازيك؟ ايوه عمر، بشوفك كتير هنا على فكرة. صح مظبوط، عمر برضو. ممكن نقعد ونتكلم شوية؟ انت عايز ايه؟ ما تقوليلي انتي، انتي عاوزة ايه؟ الطريقة دي بقت قديمة قوي على فكرة، ففكك بقى من الجو ده وحل عن دماغي. حاضر. شكرا. هيتأخر على فكرة زي ما قالك. انت قلت ايه؟ اكرم هيتأخر زي ما قالك. وانت عرفت منين؟ انت تعرفه صح؟ اعرفه وأعرفك أنت كمان يا سارة. تعرفني منين؟ ممكن أقعد وأشرح لك؟ ما تلاقيش مني، كل أنا عاوزه أقعد ونتكلم شوية، ممكن؟ ماشي. سارة جميل، سارة هاني جميل، صح كده؟ أيوة، يعني أنت عرفت اسمي منين برضو؟ قلتلك أني عارفك. نص الناس اللي هنا يعرفوني، مش حاجة جديدة. بس أنا عارفك كويس قوي يا سارة. إيه اللي وترك قوي لما شفتي العربية الرمادي بتركب؟ مين قال كده؟ كان باين عليك قوي على فكرة. افتكرت حاجة مش عايزة افتكرها. حاجة ولا شخص؟ يعني افتكرت حد مش عايزة افتكره. تقصدي أمير؟ سارة، أنا من ساعة ما قابلتك وشفتك وأنا متلخبط كده. متلخبط ازاي؟ يعني تقدر تقول كده مش ملموم على بعضي و... ها سكت ليه؟ يعني بحاول أجمع الكلام. سارة أنا بحبك، من ساعة ما شفتك وأنا مش عارفة أشوف حد غيرك. وأنا كمان يا أمير، لما بتكلم معاك بحس براحة وهدوء غريب، بحس بالأمان وأنا معاك. الكلام الغريب ده، يعني بتحبيني ولا زي أخوكي؟ لا لا لا، مش زي اخويا، يعني بحبك. ايوه كده يا ست، وليها واضحه وقعت قلبي.
ده الكراميل ايس كوفي اللي بتحبيه حضرتك فين؟ ميرسي يا علي، عايزه بس ميه. تحت امرك. وحضرتك؟ شاي بس. تحت امرك يا فندم. انا وامير كانت علاقتنا سطحيه وما كانش في اي حاجه بينا. بس انتي وامير المفروض عشتوا احلى ايام مع بعض، كان دايما محسسك انك اجمل واحده في الدنيا، وللاسف طلع بيعاملك زي اي واحده بالنسبه له. طلعت مجرد واحده من اللي بيلعب بيه. كل ده تاخير. مين اللي اسمها مي دي؟ مي مين؟ انت هتستعبط عليا؟ مين مي وايه علاقتك بيها؟ طب ركب العربيه بس يا ساره افهم كل حاجه. تفهمني ولا تضحك عليا بالكلمتين بتوعك؟ ما تظبطي الكلام معاها ساره وما تنسيش نفسك. ما انساش نفسي يعني ايه؟ يعني ما تنسيش انت مين؟ ما تنسيش سمعتك وسيرتك اللي على كل لسان. انت بتقول لي انا كده؟ ما انت اللي جايه تقولي كلام غريب قوي بصراحه. اركب العربيه يا ساره وعدي يومك. انت عيل حقير وواطي. طيب يا ساره، وبعد كده اتخطبتي لشريف. انا عارف شريف برضه. شريف كان يعرفني من زمان، كنت دايما بحس ان عنده مشاعر ناحيتي. ساره انا معجب بيكي. انا مش عايزك تردي دلوقتي، خدي وقتك وفكري، بس خليكي متاكده انك لو وافقتي انا هبقى اسعد انسان في الدنيا. بس انت تعرف اني انا مش فارق معايا ساره كانت ايه، انا يهمني ساره دلوقتي. انا ما يهمنيش الناس كانت بتقول عليكي ايه، انا كل اللي يهمني ان نبقى مع بعض. شريف حبني بجد، حتى وهو عارف ان سمعتي زي الزفت من كل اللي حواليه. هو ايه اللي متجوزها دي؟ بس هو ما همهوش وقرر يرتبط بيا عشان كده حبيته بجد. سمحت عايزه ازازه ميه. شريف كان عنده استعداد حقيقي انه يكمل حياته معاكي. شريف كان اكتر بكتير من اللي انا استاهله. ليه بتقولي كده يا ساره؟ انا واحده ملهاش لا خطوبه ولا جواز، مفيش راجل محترم يرضى يربط اسمه باسم واحده زيي. هي صح؟ يا نهار اسود، الصور دي على النت؟ ايوه. ده لو شريف عرف هتبقى مصيبه. احنا لازم نقوله. لا نقوله ايه، الدنيا تخرب كده. اما لا هنسيبه على عماه والصور ماليه النت كده. مالك يا شريف؟ في حاجه كده مش عارف اقولك ولا لا. حاجه زي ايه يعني؟ ابدا يا ست، واحد صاحبي بعت لي موقع من مواقع الشمال ولقيت صوره ليكي مش تمام، متفبركه يعني. صوره لي انا؟ انا ما كنتش عايز اقولك، بس ما تقلقيش انا هتصرف، انا هعمل بلاغ في مباحث الانترنت وهنشوف مين اللي ورا الموضوع ده. وريني الصور دي كده. يا ساره قلتلك ما تقلقيش انا هتصرف. معلش بس ورهاني. مش لازم صدقني. وريني الصور، ورهاني. انا ما كنتش عايز اقولك اصلا من الاول.
دي عيال بتجيب صور الناس من على الفيسبوك وتفبركها وتطلب منهم فلوس، بس احنا هنعمل محضر وهنجيب العيال اللي ورا الموضوع ده. يا سارة أرجوكي إيه دي، ما تعمليش في نفسك كده. صدقيني أنا هتصرف عشان خاطري. بس الصور دي مش متفبركة. يخرب بيتك زي القمر، ملكة جمال والله. حرام ما تفرجيش أمير حبيبك. أفرجك على إيه؟ افتح بس الفيديو وهقولك. اوف يا خرابي على الحلاوة. ايه رأيك يا عم؟ رأيي انا؟ عيب اني اقول رأيي فيكي والله. عشان تعرف بس غلاوتك عندي. أنا أسفة إن أنا زعلتك امبارح، وأعتبر الفيديو ده هدية عشان أصالحك بيها. استحملت اللي مفيش حد في الدنيا يقدر يستحمله. كنت بسمع الكلام عني وعنك وأعمل نفسي بالسامع. سارة أنا حبيتك وقبلتك، كنت مستعدة أكمل عمري كله معاكي، لكن دي حاجة أنا مش هقدر أستحملها. مفيش راجل يقدر يستحملها. سارة أنا آسف، أنا مش هقدر أكمل. بحس ان انا السبب في كل اللي حصل لي. ما سواش فعلا حد زي شريف، ما سواش حاجه خالص. انا مش عارفه ازاي حكيت معاك كل ده وانا ما اعرفكش. احيانا الكلام مع حد ما نعرفوش بيبقى اسهل بكتير اننا نحكي مع حد نعرفه. انت عرفت عني كل الحاجات دي ازاي؟ علشان عارفك انت يا سارة، من قبل كل الحاجات دي. ايوه ازاي يعني؟ انت مين؟ اكيد في وقت من الاوقات هتعرفي انا مين. بس قوليلي بقى، ايه حكايتك انت واكرم؟ انا واكرم زمايل في الشغل، بنتسلى مع بعض. هو زهق من ملل حياته مع مراته، وانا بنبسط معاه. ودلوقتي بعد كل اللي عملته وعكيته، مبقاش ليا نصيب في الجوازات والخطوبات النظيفه دي. مبقاش فارق معايا حاجه، بقى كله محصل بعضه. متأكدة؟ كل العلاقات اللي دخلتي فيها يا سارة كنت بدوري على حب، اهتمام، قيمتك. دورتي على حب ملوش حدود من بعد ما مامتك ماتت. دورتي على حضن بدل الأب اللي عمره ما حضنك. دورتي على حد يحسسك إنك أجمل وأغلى حد في العالم. أنا إيه الغلط اللي غلطته علشان يحصل لي كل اللي حصل لي؟ الغلط إنك كنت بتدوري على الحاجة الصح، لكن للأسف دايماً في الأماكن الغلط. الحب بتاع الناس ده زي المية يا سارة، مهما تشربي ترجعي تعطشي تاني. قيمتك وجمالك مش هتلاقيهم عند الناس، لكن هتلاقيهم عند اللي خلقك بالقيمة والجمال ده. بصي في المراية يا سارة، وانتي هتشوفي نفسك جميلة، هتشوفي قيمتك الحقيقية، هتشوفي نفسك غالية وأجمل حد في الدنيا، من غير ما تدوري على
الجمال ده في مراية حد تاني. انت جميلة بذاتك زي ما انت. زي ما مامتك كانت عاوزة تسميكي زمان، جميلة. بعد إذنك دقيقة وراجع لك. زي ما مامتك كانت عاوزة تسميكي زمان، جميلة. جميلة يا جميلة. أهلاً أهلاً. يلا الطفاية الحلوة دي هاتي بوسة وسكر. يخلودي يخلودي. يلا روحي العبي. يا بنت مش بترد عليا ليه؟ 100 مرة قلت لك سيبي ده من ايدي ده وترد عليا. ايه ايه بس في ايه؟ بالراحة بالراحة بالراحة. هي ما كانتش سامعة معلش. دايما بتدوري على الحاجة الصح في الأماكن الغلط. مهما تشربي سارة أنا بحبك ترجعي تخرجي تاني. بصي في المراية يا سارة هتشوفي قيمتك الحقيقية. قيمتك وجمالك مش هتلاقيهم عند الناس، لكن هتلاقيهم عند اللي خلقك. لو سمحت عايزة التشيك. هو الأستاذ اللي كان معاكي حاسب لك وساب لك الورقة دي. يا بنتي عمالة رن عليكي ما بترديش ليه؟ أنا خلاص في الطريق، رباعية وهكون عندك.